إلا على السلامة خلف، شدة وراحت لحالها عشان تبطل تسمع كلام أبوك وأمك. بطل رط يا ماهر وخليك أنت في ديل عمك لحد ما هتخلي لحالك. ماله عم يا خلف؟ لو مش عارف هقول لك يا ماهر، عمك هو اللي بلغ عليا. عايز يملص وداني، عايز يحبسني علشان أتأدب، علشان أفضل ماشي في الطابور وراه، لكن عليا الحرام هفضل ماشي ورا دماغي حتى لو اتكسرت. ياه، ده أنت باين عليك منفخ جو وعاوز تفضي. كملنا يا واد أبوك اللي نسيته، وروح لحالك. نسيته؟ اركب يا خلف. صفاء كل يوم بتروح الجامعة، بقت رايقة. الحمد لله. الحمد لله. وأمك مسكت زكية وديتها كلمتين من المنجي. كيف؟ فاكرة نفسها أيام زمان، ما نسياش أبدا إنها كانت متجوزة قبل أخوك وإن أبوها كان بياع كبدي. غنيمة، مش قلنا بلاش الكلام ده؟ ما عاوزينش تتكلموا على حد، ما حدش فينا خالي. جرايه هيبة، وانا كل ما فضفض معاك بكلمتين تقول لي كده؟ امال عايزني اتكلم معاك في ايه؟ طز 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 في كل حاجة، طز 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 في البحوات، في الأمهات، الأبهات، طز في كل حاجة، طز 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 فيها، طز حتى في التعويرة الفناخيري، طز طز في كل حاجة، طز في البلد باللي فيها، طز في البلد باللي فيها، طالما ما حدش شايفني ولا قدام البحر لوحدي اهو. أنا قدام البحر لوحدي، أنا قدام البحر لوحدي وبغرق فيه لوحدي، محدش شايفني يا سامي، محدش شايفني. أخويا الصغير أنا في السجن مرمي ومعملش أي حاجة. لا عمل يا روح أمي. ما عملش اخوك قبض. ما قبضش يا سامي، ما قبضش.
ما كله كان على يدي. قبض واللي قبض يعني باع، واللي باع بقى ملوش حق يعيط. طب ما انت وافقت وقبضت واشتغلتها عند الاغنية. انا نفسي قبضت، يبقى مفيش داعي بقى للعياط. انا هرجع في البيعة سامي تاني، هرجع في البيعة ومش هشتغل هنا. عايز امشي بقى على رجلي تاني، نفسي امشي على رجلي، عايز ادوس على السوالت كده يا سامي، عايز ارجع تاني. وحشتني القهوة، وحشتني الناس اللي قاعدين على القهوة، وحشتني الحرية يا سامي، وحشتني قوي قوي. جرى ايه يالا؟ في ايه؟ انت سكرت؟ سكرتش. لا سكرت. بص، اخوك مهما اتسجن ايوه، وانت واخوك مهما اشتغلتوا طول عمركم هتفضلوا جعانين. في ايه بقى لما نقبض؟ وتضمني انت يا سامي، انت، ان الايام تجري تاني من غير شر. ضمني ان اخويا زغبان يخرج من السجن سليم. تضمني انت يا سامي اني ما بيعش تاني، ابطل ابيع تاني. تضمني ان احنا نرجع نضحك تاني يا سامي زي الاول. تضمن. بص يا سند، انا اضمن لك ان انت تفضل عايش طول عمرك شبعان، عمرك ما تجوع في حياتك. بس الايام دي بقى ما اقدرش اضمنها لك ابدا. انا هرجع في البيعه تاني يا سامي، وهرجع الفلوس للناس، هخرج اخويا زغبان من السجن. هخرج من السجن زغبان غلبان، سبله دلوقتي قاعد في السجن بيكره السجن ويكره الحبسه ويموت في الحريه. ياما الفلوس حبس الناس يا سامي. سند بص اسمعني، ترجع؟ لا خلاص الموضوع انتهى يا حبيبي. عارف لو رجعت ايه اللي هيحصل؟ هتخسر كل حاجه، هتخسر الفلوس واخوك، وتخسرني انا كمان. اللي يرجع يا سند العربيه تدوسه، اللي يرجع يعني يموت خسران، وانا ما اقدرش ارجع لك امبارح بتاع زمان يا سند. الله الله الله، في ايه يا سند مانع؟ راح فين؟ تحران ولا حاجة؟ هعوم هعوم يا سامي، هعوم، هنزل البحر هعوم لحد مغرق. أنا مش قادر أمشي على رجلي تاني يا سامي، هعوم. من غير أرض تغرق يا وحش، محدش يقدر يعيش من غير سقف. أنا يا سامي كذاب. أنا مش كذاب. كذاب. مش كذاب. كذاب. مش كذاب. مش كذاب يا سامي، مش كذاب. مش كذاب. أنا ماليش بابا ولا سند ولا سيد. أنا ماشي ثلاثة لتر جاز وبنفخ في النار، والناس بتسقفني سقف سقف سقف. شكرا. اوكي برافو. وكأنهم بيحلموا ان ينفخ في النار زي انا، وكأن انا بحلم ان اقعد مكانهم. اقعد مكانهم يا سامي. سقف لك اهو يا سند، سقف لك. ده سقف يا سند، ده سقف يا سند. سقفك يعني حلمك، حلمك يعني سقفك، ومن غير حلم تموت يا سند، تموت. لا 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 يا سامي، انا قلت لك سقفك انت غيرنا، انت سقفك كين، انما احنا سقفنا الشمس والقمر. طيب يبقى خلي بقى الشمس تاكلك وخلي القمر يونسك يا سند. انا هنزل في البحر يا سامي، مش قادر اسكت، مش قادر. انا هنزل واحد واحد، انا خلاص قفشت مني في اي حاجه. اغرق يا سند،
حية حية. بس لما تغرق بقى وتتعب ابقى اندهلي، ولما نفسك يروح ابقى صرخ، ولما البحر يعلى عليك صرخ زيادة، صرخ عشان كلنا نيجي وننقذك، عشان ما تغرقش، عشان ما تغرقش. يا فندم. لا يا ابدا يا فندم، لا سامحك. لا لا لا، مفيش حاجة، أوامرك. حاضر يا فندم، حاضر. عمرني يخرب بيك، عاوزك في كلمتين. أوامر يا فندم. حضر نفسك علشان هنرجع نشتغل من يوم الجمعة تاني. اشتغل اشتغل يا خلف بيه. ايوه هنشتغل يا سامي. ايه وما احنا نقعد نبتسم للاجانب ونفرش لهم المناديل؟ انت عارف انا ماليش غير في التجاره، والتجاره شطاره زي ما بيقولوا. ها طب بس احنا عايزين نهدى، يعني الموضوع امبارح لسه ما بردش. لا خلاص خلاص، انا كلمت الناس وهم هيبعتوا لنا الحاجه. خلاص، وعايزك تحضر نفسك من هنا ورايح، الشغل هيزيد الطقطقين، وزي ما بيقولوا اللي خايف ياخد خلاجاته ويروح. قومي نامي يا ورط اخوي، ايه اللي نزلك وانت تعباني؟ ما عرفاش مالي الظاهر كده، عندي صداع. صداع برتك يا ام اميني؟ صداع والله يا خيتي. عارفين الصداع ده؟ قومي يا غنيمه نامي، قومي يا اختي. ايه مالكو؟ جرالكو ايه؟ واحنا هنكدب ليه؟ قالت صداع يبقى صداع صح. ما هو مش كل الصداع يا خيتي بيجي من الخوتي، ساعات الصداع بيجي من الحلال. الحمد لله طفحت. اما اقوم انا بقى. رايحه فين يا ام الولاد؟ راح اطمن على الولا عتي، اصل سافر ويا مراته بقاله 10 ايام. ربنا يهنيهم يا رب. تصدقي يا اختي نسي امه. وحاكم ملهوش نصيب من السؤال؟ حاكم اسم الله عليه. هو في زي حاكم؟ ده سيد الرجاله يا اختي. عن اذنك يا نسوان. صباح الخير يا كريم. صباح يا امي. ايه دي خالتي كريمه؟ جيت امتى يا خالتي؟ عشي. امك بتشتكي من سهرك يا كريم. سيبيني يا خالتي افطر وبعد كده نبقى نحكوا على راحتنا. غنيمه، جوزك راح فين؟ نايم ولا راح فين؟ كان عنده صداع، كان عنده صداع برضك امبارح، فضل مسهرني لحد الفجر. اتوحش اخويا امين، راح يطل عليه، الظاهر عايزه في موضوع. ايه فكرتني باللازم مضى يا امين. لازم بتحب تنسى بذمتك زمان، لو حد عيان وجبنا له حته جبنه رومي وحاجه سريعه مش كان بيخف؟ كنا نطلع سوق التلات ندوروا على بتاع البرتقال في الشتاء، وفي الصيف الفراولة والمشمش والمانجا، كله ورا بعض مش مع بعض، كله على العربية. تخلص الفراولة يطلع المشمش. بالوقت الصوبة خلت اللي في الصيف تاكله في الشتاء، واللي في الشتاء تاكله في الصيف.
مبجيش فيه حاجة اسمها مواسم ولا بيجي فيه نفسك في ايه انت كل لا 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 كله مع بعض برتقال فراولة كله ومحدش ليه نفس. البركة يا هيبة دور على البركة يكتر القليل ويحلو العفش ويتلون. مين ورايا يا امين؟ مظلومه وجايه تشتكي وعاوزاك واسطه. معقوله اللي انت فيه ده يا هبه لسه بت بتهزك كده؟